لمصلحة فريق الأنوار الرياضي. مرة أخرى انتهت المباراة التعادل، حاولون هي الكرة، الله يا ولد يا ولد، على هذا الهدف إدريس عدنان في هذه الدقائق يدون أول أهداف المباراة. مصلحة الفريق الحاضر في هذه الدقائق، السرعة يا ولد، سدد، الله الشهالي الدبابة، لا 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 لا، الدبابة في هذه الدقائق يصطاد الهدف الأول، هدف أول جميل عن طريق الشهالي، لم يستطع حارس المرمى ردها في هذه الدقائق. كبيرة يا ولد، تحليل كبيرة، مرة أخرى تحاول الكرة، هيا هيا، الله لا يوجد شيء، الله ثاني في هذا اللقاء لمصلحة من؟ لمصلحة منتخب التميم. أظن غيث في هذه الكرة أم مصطفى شاكر؟ مصطفى شاكر اللي دون الهدف ثاني لمصلحة منتخب التميم. من اللقاء أعطى مبدأ الاستفادة الآن لمصلحة الفريق الحاضر. هيا الله، كلمني كلمني بالاتصال مصطفى شاكر. مصطفى شاكر في هذه الدقائق يصطاد الهدف الثالث في المباراة، ثالث الأهداف في خط الوسط أصبحت لفريق الدير عبور ومرور في المباراة. منتخب التميم، الله 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 الله، هيا هيا، ركلة جزاء، ركلة جزاء في اللقاء، قلت كررت يا عزيزي، الوقت طويل، الوقت طويل في هذا اللقاء. ركلة جزاء الآن، إدريس هيا يسجل جول عن طريق اللاعب إدريس عدنان دون الهدف في هذا اللقاء من ركلة جزاء. الآن الكرة تلعب، ترسل عاليا مرة أخرى، هيا الله، من اللي سجل؟ إدريس عدنان، قلت كررت، فريق الدير يعدل الكفة، يعدل الميزان في هذا اللقاء في هذه الدقائق. إدريس عدنان اليوم هاتريك في اللقاء كان يستحقها، لكن